أرى الاعتداء على عضوي رأي عين وأصمت. هيهات لهذا الشعب ولأفقر فقير منه ولأفقر فقير فيه أن يوقع لكم على فك العبودية والرق والهوى. بسم الله على الجاني يرفع صوت القرآن وسط الجبهات أسد مقدام يزهر بلسان العزة يجهر لا يخشى العاتي. من وجدتموه من وجدتموه يعتدي على أرضي فتاة مؤمنة فاسحقوه فلنموت من أجل أعراضنا. وإلينا حضن حالي يروينا بالإيمان بين الساحات أمضي إنا بهداه ورؤانا وفق رؤاه والنصر آتي. وإن قوى الإغراء والتهديد والوعيد والتهويل تتحداك فهل تصمد؟ صاعدنا وتقدم من هديك نجتازيا أنت الرحمن واثنى لو شئت إلاك فدماء الشعب دماك نحن البركان. أما طريق المطالبة ونيل حريته واسترداد كرامته وتصحيح الوضع فلا انقطاع له. حاشا ملك الأبدر وبذل حتما يظهر وهم الخسران نفسوا أعداك الحمقى عزم من هدد حقا وهو الشيطان. هيهات لهذا الشعب ولأفقر فقير منه ولأفقر فقير فيه أن يوقع لكم على فك العبودية والرق والهوى.